حاضرة اليمن وحاضنة صنعاء القديمة، سيدة المدن وفريدة الأرض. مدينة صنعاء صدارة المحافظات اليمنية وأكثرها شهرة وجمالا، نقطة التقاء الجمال الطبيعي بالإبداع الإنساني. في باب اليمن، أشهر وأكبر الأبواب اليمنية التاريخية، تتجلى روعة المعمار في تحفة أثرية بديعة. من هذا الباب يدلف العالم إلى كل الشرق القديم بحضاراته المتعددة التي تلتقي في رحاب هذه المدينة المختلفة صنعاء، التي لا تشبه إلا نفسها. صنعاء القديمة التي تتناغم مآذنها الأثرية الشاهقة مع جمال طيرماناتها واخضرار مقاشمها بساتينها وأصالة إنسانها، تقدم للعالم أجمل لوحة إبداعية عرفتها الأرض منذ الأزل. هذه المدينة زاهية كعروس ولذيذة كقطعة حلوى صنعانية، لا تبدع مذاقها إلا هذه البيوت المبدعة في كل شيء تقع عليه أناملها الأسطورية. لروح سائحها عبق سوق الملح وبدائع سمسرة النحاس وروعة الأزقة في أحيائها القديمة،
له من صنعاء القديمة طيوف القمريات ونمنمات النقوش وجلال جامعها الكبير وجمال منازلها الحسناء وطيبة وأصالة أبنائها الطيبين، وله فوق هذا وذاك بسمة لا تبارح شفاه المدينة ومخيلته.